يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا. نبدا معاكم حلقه جديده السادسه. في البدايه تحياتي لكل الاهلاويه اللي بيتابعونا. هارد لك. يعني زي كل جماهير النادي الاهلي كنت متوقع قبل المباراه مواجهه سان داونز انه الاهلي قادر يعملها حتى لو في جنوب افريقيا. صحيح سان داونز فريق كبير، لكن بشوف انه الاهلي بسكواده بامكانياته قادر على ان هو يتخطى اي فريق على مستوى القاره جوه او بره. لكن الحقيقه انه الاهلي ما راحش، او خلينا نقول ان اللي شفتوه في جوهانسبرج هو شبح فريق الاهلي. مش دول نجومنا ومش ده مستواهم، وده اللي احنا حذرنا منه وده اللي احنا طالبنا بيه واللي طالب بيه الجهاز الفني من تاجيل مباراه بيراميدز. لكن قدر الله وما شاء فعل. اللي شفتوه حضراتكم ده هو نتيجه الاجهاد الكبير المتراكم على نجوم النادي الاهلي من فتره طويله، وممكن يكون في ظروف استثنائيه قبل المباراه اثرت بشكل او باخر، لكن في النهايه لابد ان احنا نتحمل الهزيمه. والاهم من ان احنا نقفل صفحه سان داونز ان احنا نبص لصفحه المريخ وصفحه الهلال السوداني، لان المواجهتين دول بيقولوا انه ما زال فرصه الاهلي في التاهل قائمه، وما زالت حظوظنا بايدينا مش بايد الاخرين، وهو ده الاهم. 6 نقاط يساوي تاهل النادي الاهلي مباشره لدور الثمانيه، والاهم انه الماتشين في ملعبنا. نقطه نظام بس مهم جدا نتكلم عليها من بدري ونطالب بيها الاتحاد الافريقي، بما ان احنا نتكلم او ان الكوره في العالم شعارها الاول والاساسي هو الفير بلاي، انه مباراه الهلال لابد من تاجيلها. ما اعتقدش ابدا ابدا انه من المنطقي او انه من العدل باي شكل من الاشكال انه الاهلي يواجه الهلال السوداني في الجوله الاخيره من دور المجموعات في دوري الابطال، وفرقتنا كلها او اغلبها يعني هيكون راجع من مواجهات مهمه جدا، سواء علي معلول مع تونس او علي زيانج مع مالي، او طبعا لعبتنا اللي هتكون موجوده مع منتخب مصر. احنا هنلعب مع السنغال يوم 29، يعني على افضل تقدير لعبتنا تكون موجوده هنا في مصر يوم 30. من الصعب جدا ان احنا نتمرن تمرينه وحيده يوم 31 عشان نلعب المريخ الهلال السوداني يوم 1، شيء ما بيحصلش ابدا في اي بطوله صغيره، ما بالكم ببطوله دوري الابطال. فاظن اعتقد انه من الضروري ومن الواجب على الاتحاد الافريقي انه يبص لتاجيل مباراه الاهلي والهلال بعين الاعتبار. دي نمره واحد.